أستاذة علا، بدنا نحكي شوي من وجهة نظر المتلقي الجمهور. كيف بتشوفي أنه الدراما المصرية فعلا لبت مطالب الشارع المصري ورغباته اللي يشوفها من خلال هاي المسلسلات، طموحاته، تطلعاته، أماله؟ بص، هو الحقيقة الموسم ده، لأن فعلا الأعمال كتير، وفكرة ال 15 حلقة مدي إحساس إن في يعني مسلسلات كتير قوي، ولكن هو ما نقدرش نقول إن الذوق العام هو واحد، ما تقدرش تقول إن الجمهور كله. عادة بيبقى في مسلسل عامل حالة كده، سواء على السوشيال ميديا أو بين الناس، يحقق هذه الحالة جعفر العمدة، شئنا أم أبينا. يعني هو جعفر العمدة عامل هذه الحالة على السوشيال ميديا، والحالة فيه تفاعل، والناس بتسأل مين اللي خطف ابنه، ابنه مين، هيوصل لبلاد ولا لأ. فالتساؤلات دي حتى المطروحة، يعني أنا بشوف إن هو نجاح لكتابة المسلسل. أنت طول الوقت بتشغل ذهن الناس معاك، بيدوروا وعايزين يعرفوا إمتى بقى هيعرف إن هو ابنه. يعني الناس بتجاوب له، ده في مثلا وصل على السوشيال ميديا، يا عم بص ده قاعد جنبك هنا، بص كده بس بعينك شوية هتشوف بلال. فأقصد الحالة دي ده ما نقدرش ننكرها، هو عامل نجاح على مستوى الشارع، وده يمكن كان تحدي لمحمد رمضان، لأن يمكن تجربته السنة اللي فاتت يعني هو بالنسبة له ما كانتش مرضية. يمكن في الناس اللي زيي أنا حبوا المسلسل، لكن في هو بالنسبة له كنجم كان محتاج إن هو يرجع تاني للتيمة الشعبية، وهو يعني بيعرف يعمل ده كويس قوي مع محمد سامي. فاقدر اقول ان جعفر العمدة على مستوى الشارع الحقيقه موجود، وموجود بشكل كبير قوي.